الأستاذ عاطف فوزي شنودة رئيس اللجنة القانونية بالحزب المصري الديمقراطي. أستاذ عاطف مساء الخير. مساء النور. يعني 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 رأيك إيه في هذه اللجنة؟ يعني فكرة إننا لا نستطيع أن نخرق قانون حتى هذه اللحظة، تقييمك إيه لهذا الأمر؟ لا أنا الحقيقة بصد على كل الكلام اللي حضرتك قلتيه. إحنا في فوضى عارمة، وأصبح الراسخ في ذهن المواطن المصري البسيط، مش ليس السياسي ولا المثقف ولا المدرك للأمور، ولكن للرجل الشارع العادي البسيط أصبح أنه راسخ في ذهنه أنه لا توجد نية لإجراء الانتخابات، أو على الأقل في الوقت الحاضر. إن ما يحدث الحقيقة شيء مضحك. هو يمكن المواطن المصري أستاذ عاطف مش مهتم قوي بموضوع الانتخابات، يمكن مهتم أكتر بالدعم، الكهرباء اللي هتغلى، أكله وشربه، يعني مهتم بحياته، لكن الانتخابات المجلس التشريعي مهم للرقابة على الحكومة، لسن القوانين، لمليون ألف حاجة. تفضل أستاذ عاطف. أيوة فندم. تفضل. هو طبعا طبعا الدور مجلس الشعب الرقابي وسن التشريعات دي في مسألة في منتهى الخطورة، ونحن نحتاج إليها في هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ مصر. أنت عندك كم هائل من التشريعات صدرت، وهناك احتياج إلى كم هائل من التشريعات لكي يطبق الدستور بكل ما احتواه من عدالة اجتماعية وحريات. والحقيقة أنا بعتبر الدستور 2012 هو علامة فارقة في تاريخ مصر. نأمل عشان يكتمل هذا الدستور وينزل حي التطبيق، لابد أن يكون هناك مجلس تشريعي يسن القوانين التي تطبق هذا الدستور على أرض الواقع. ولكن ماذا تفعل هذه اللجنة؟ لا نعلم. لقد فتحت أبوابها وعلنت في كل وسائل الإعلام أنها تفتح أبوابها وصدرها لكي تستوعب أي تغيير وأي فكر في قوانين الانتخابات. وعندما جلست مع الأحزاب فوجئنا أنه مصرين على نمط معين واتجاه معين، وهو ما نتكلمش إلا في المواد التي حكم فيها بعدم دستورية. قدمت اقتراحات متعددة ولكن لا أحد يسمع. أنا الحقيقة أنا شايف أن هذه اللجنة وضعت النظام السياسي في مصر في موقف حرج جدا. لا هو السؤال هو حتى اذا هم ما استمعوش لمقترحاتكم، لكن حتى المواد التي يجب تعديلها لم تعدل. يعني حتى يا فندم، يعني انت بتتكلمي في 3-4 مواد، النهارده بقى لنا 56 يوم بنعدل في 4 مواد، 56 يوم بنعدل في 4 مواد، واصبحت مساله بديهيه. اللي هو اللي بيعملوه النهارده مساله بديهيه. انا النهارده الحقيقه بقترح ان هذه اللجنه تتنحى جانبا، ويتم تشكيل لجنه لابد أن يضم إليها قانونيين وسياسيين، لأنه قانون انتخابات أو هذه اللجنة تستعين بقانونيين وسياسيين. تستعين بقانون سياسيين بالزبط. لو احنا اتكلمنا، تفضل يا فندم، الدستور الذي وضع الدستور ليس قانونيين فقط، ولكن الذي وضع الدستور هم فئات الشعب مختلفة. لما اتكلم على قانون انتخابات النهاردة بتكلم على صياغة قانونية، وبتكلم على فكر سياسي الأخضر عليه وضعه السياسيين. فلابد أن يكون هناك مزج وتطعيم لهذه اللجنة أبسط اليقين، عشان نقدر نجتاز هذه المرحلة ويخرج قانون يرضي طموحنا ويرضي رغبتنا بقانون انتخابات، يكون هناك تمثيل عادل ومناسب للشعب المصري في المجلس القادم. شكرا، بشكرك أستاذ عاطف فوزي شنودة رئيس اللجنة القانونية بالحزب المصري الديمقراطي.